برشاشات آلية ولا بأسلحة بيضاء؟ يعني سلاحين ومطار. اسمعي يا احمد، حد اعتدى عليكم بالضرب؟ والأمن جه الساعة كام؟ الأمن جه الساعة 4، جه الساعة 4، احنا عارفين إن الأمن جه الساعة 4. لا الأمن جه الساعة 10 وشوية. الأمن جه بعدهم يا في حد من الرفقة اللي كانوا معاكم تم القبض عليهم أو اتاخدوا مع الناس في عطل البطل؟ أربعة؟ الأوضة دي بقى ست؟ ايه حاجة تانية عايزين تقولوها؟ تعالي بقى.